أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الآلاف من المدنيين فروا من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في جنوب غرب سوريا إثر تعرضها لقصف من قبل قوات النظام. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 12500 شخص فروا من المناطق الواقعة في شمال غرب محافظة درعا، كما غادرت نحو 300 عائلة من مدينة الحراك باتجاه الحدود الأردنية والقرى المحاذية لها.